أيها الأحباب، كل عام أنتم جميعاً بخير برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف ومعالي الدكتور محمود شاهين وكيل مديرية أوقاف الوادي الجديد وفضيلة الشيخ أشرف حسن الدين مدير إدارة أوقاف الداخل عمود. نقدم لكم هذه الليلة المحمدية في حب النبي صلى الله عليه وسلم. تجلى مولد الهادي وعم بشائره الموالي والقصامة، وأسدت البرية بالنوب يدا بيضاء قوضمة الرقابة. لقد ولدته وهاجا بنيا كما تلي السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جنان مكة والنقابة. بين أن اليد سابا فتعرف البلاغة البيان إذا لم يتخذك له امتدادا. وخير ما نبدأ به هذه الليلة المحمدية آية الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة الشيخ إبراهيم عبد الله عبد السلام فليتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما؟
قمر الهدايه
Yeah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.